باسمي وباسمكم أيها الشعب السوري، أيها الشباب، وباسم كتائب الزنكي نحيي إخواننا المجاهدين الأبطال في مصر الحبيبة، في مصر قلب الأمة. نحييكم ونقول لكم أيها الشعب المصري، اصمدوا فإن الله معكم، اصمدوا فإن الله لن يخذلكم، إن إخوانكم في سوريا معكم، وإن المسلمين في كافة أنحاء الأرض معكم. مهما سلط عليكم هذا الظالم السيسي واللا منصور، فسوف ينصركم الله بإذنه سبحانه وتعالى، ولن يكون مجدا لهذه الأمة المسلمة إلا بإراقة الدماء في سبيل الله. فلا تحزنوا أن أريقت دماءكم في سبيل الله، فهذه مكرمة لكم، هذه مكرمة للمسلمين. ومن هذا الباب نعي أنها ستصبح دولة الإسلام والمسلمين عامة سائدة إلى يوم القيامة بإذن الله. إخواننا المصريين، ما كان مجد لهذه الأمة إلا عندما التحمت العسكر الشامية والعسكر المصرية. وها نحن نقول لكم ستلتحم العسكر الشامية مع المصرية بإذن الله سبحانه وتعالى. ونشكركم بداية على وقوفكم معنا في سوريا، وقوف الأبطال منكم سادة العلماء الذين جاءوا وناصرونا هنا في بلاد الشام. فسوف نأتيكم بالغد ونناصركم بدمائنا وأرواحنا إن شاء الله، فلا تخشوا في الله خشية لائم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إخوتي في الإيمان والعقيدة، أيها الشباب، أيها الأطفال، والله الذي لا إله إلا هو، نستبشر في وجوهكم مجد الدولة الإسلامية المقبل إن شاء الله، فلا تخشوا في الله خشية لائم. لمن قتل والديه في سبيل الله نقول: لقد قتل من هم أفضل منا في سبيل الله حتى وصل هذا الدين إلينا. فنحن نعزيكم ونقول لكم إن المجزي هو الله سبحانه وتعالى، فلا تحزنوا، فلا تحزنوا، فلا تحزنوا، إن موعدكم الجنة إن شاء الله. بارك ولا تيأسوا إن مر عليكم أيام ضنكا وطالت ليالي النصر. لقد مر على من هو خير منا محمد صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، يأكل هو وصحبه الكرام سنة كاملة ورق الشجر. فنحن لن نصل إلى هذا بفضل الله لهذه الساعة. لقد حققنا بفضل الله ما حقق من نصر لهذه الساعة. ها أنتم بدأتم تدخلون دور العبادة بأريحية، وتتدارسون القرآن وحلق الذكر، ولم يكن من قبل هذا المجرم بشار أي سلطة عليكم، فهذا نصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل شيخ محمود للدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قبل الدعاء أيها الإخوة نريد أن نسمع تكبيرات، فالتكبير يزلزل حصون الكفر، لا نريد أن نسمع لناس تعيبين بصوت التكبير، نريد أن نسمع صوت تكبير يهز البلد ويهز العالم ويهز الأرض. تكبير الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج عن المسلمين في سوريا، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أبدل ذلهم عزة، وأبدل هزيمتهم نصرا، وأبدل ضعفهم قوة. اللهم أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، اللهم أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. اللهم وحد صفوف المجاهدين، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اهلك بشار الاسد وجنده، اللهم اهلكه هو وجنده وحزبه وانصاره ومن يسانده ومن يؤيده. اللهم انتقم للمسلمين المستضعفين منهم، اللهم انتقم للمسلمين في سوريا منهم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم مجري منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم نصرا مؤزرا. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم فانصرنا عليهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرنا عليهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر اخواننا المسلمين في مصر، اللهم انصر اخواننا المسلمين في مصر. اللهم اقتل اخوان السيسي، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في مصر، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وثبت دعائم الاسلام في مصر، اللهم ثبت دعائم الاسلام في مصر يا رب العالمين. اللهم وثبت قلوبنا وقلوبهم، وثبت أقدامنا وأقدامهم، وانصرنا عليهم نصرا مؤزرا. اللهم تقبل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وتقبل جميع شهداء المسلمين، اللهم وأنزل عليهم الضياء والنور والبهجة والسعادة والسرور. اللهم واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا واجعل الجنة مأوانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. والحمد لله رب العالمين. تكبير.